كنتمنى انك تشوفهم توحشتهم بزاف. الشلال في 2017 وقع لي الشلال النصفي، لان كاين الاهمال من طرف الزوج ديالها. كما سبقنا ذكرنا في الاول، ان السيده راه كاي زوجه راه عندها الطموح انها تبني بيت زوجيه من البدايه. يعني بقيت مع هذا السيد واتفق على الزواج في 2008 بالضبط. الزواج كان عادي جدا، يعني كل شيء بخير، السيده بصحتها خير وسلام، يعني ما كان حتى شي مشكل. لو كانت شي حاجه راه تبعت لها ديك الساعه ما غادي شي. عاشت معاه مده عام رزق بوليد كما قلنا الاول بخير وعلى خير، رجع عايش بخير وعلى خير، وكان ديك الساعه باقي ساكن في دارهم مع مو خوتو. ومن تما راه تقريبا قالك باين سميتو من البدايه. كان ديك الساعه ساكن مع خوتو في الدار، وكانوا هذوك الناس اللي تيقولوا ملتزمين، وكانت تيقول لها ما تخرجيش من بيتك حتى نجي انا من الخدمه. يعني تتبقى مركنه في البيت، ما تدخلش ما تدخلش البرد، لان كاين خوه كاين مرت خوه ولا ما عرفتش هذاك الشيء. ما تدخلش من البيت الا حتى تيجي هو من الخدمه. يعني عانت في الاول ملي القضيه هكايا ذكرت بانها راه بغات تحول، بغات دير بيتها مستقله، ولات عندها ولات بحال جات الفراج. يعني حيدات زعما من هاد سميتو، وكان عندها الطموح انها تبني بدالها، انها لوليداتها، انها يعني ضحات بالنفس والنفس بانها بتبني بيت زوجي. طرات لها واحد الحادثه وتخلى عليها. عاود لنا القصه. في 2010 بالضبط 23/4/2010 جاو لشي زياره ديال شي فرد من عائلتو، كان في المامونيه، تعرضت لحادثه السير تم، نتج عنها انكسار من الورك ديالها. مشاو للمستشفى، تقضات فيها شي مده شي 6 شهور والى يومنا هذا. كما قال الاب ديالها راه باقي لحد الان هذا دليل على ان اهمال من البدايه الحديد الى يومنا هذا. انت تعرضت للحادثه 2010، باقي الحديد في رجليها. الا كاين شي دكتور دابا نديوها لي ونشوفوا هاد الهضره واش صحيحه ولا غير. باقي الحديد في رجليها الى يومنا هذا ديال الحادثه، باش يتحيد الحديد، باش الدواء، باش كذا الى اخره. كل شيء هادشي تيخليه الزوج هو الاخر، بنا بيتو، بنا دارو، كذا. دابا بغا يسوس. فترة الحادثة تخلى عليها، قلت لي اجلها في الدار. مازال الحادثة بقات معاه واحد المدة. امتى غادي تخلى عليها بالمعقول؟ فاش وقع الشلال في 2017 وقع عليها الشلال النصفي، لان كاين الاهمال من طرف الزوج ديالها. طلبات منه انه يمشي يدير لها التريتمون ديال الدواء اللي كما وصف ليها الطبيب، رفض هذه المساله هذه. وصدق الله العظيم فاش الوقت اللي اسميتو زاد عندها الطفل اخر، وقع الشلال. من تما غادي يعني، ومن وراء هذا الشلال زادوا 2 وليدات. اليوم تيقول لها غادي تمشي في حالتك،
وتعطيني اتفاق بأنا بين نتزوج، وتطلب منها باش تعطي الموافقة. يعني إلا كانت هاد 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 إنسانية عند هاد الناس هادو بهاد الطريقة، ما عرفتش اش بغيت نقول. يعني تخلى عليها من بعد ما خلى عليها جا الشلل. ما جا الشلل، باغي يبدلها، باغي طالب بالموافقة يتزوج باش يمشي يصيفطها هي بحالتها. شنو قال لها؟ قال لها راه غنجي غن بغيت نتزوج، عطيني موافقة. بهذه الطريقة هكا تعطيني الموافقة، بغيت نتزوج نجيب المرأة وغادي تبقاي مع الدراري حتى تجي المرأة وغادي تمشي في حالتك لداركم. هنا فين غادي توقع المسيدو؟ قالت لي لا تخليني مع وليداتي. قال لي لا ما غاديش نهز انا جوج العيالات. ايوا انت قفرتيها مع الاولى، ما خصها تزيد الثانيه. هي من بعد هذا الشيء هذا جات عندكم؟ ايوا جات، يعني ما بقاش عندها شي حل اخر، جميع البيبان تسدو. وحنا اليوم بقي تنطالبو، بغينا نديرو غير طبيب نفساني، غير ما يمشي لها حتى العقل ديالها غادي تولي وقت ما كانش شي خلانا نتواصل مع عائلتها، ما نهائيا كانش شي نهائي. فاش مشاو، فاش مشات من هنايا بعد ما نط من داك سميتو الشلال ولا تتحرك وداك الشيء، قطعت اتصالات مع عائلتها بصفة نهائية. النمرة قلت لك التليفون ما عندهاش، النوامر ديال لا امها ولا اختها ولا باها ولا ما كاينش شي حد يتصل بها، الا امرها هو باش تتصل النهار يومين تتغبر هذيك النمره باش تتصلوا. واخا باش نكملوا القصه، من بعد ما انا جا الشلال تخلى عليها واحد الوقيته عاوتاني رجع عندها، رجعها ولا لا؟ لا راه ملي وقع الشلال بقات في دارهم تنط حتى ولات تتحرك. عاد الدهر عاد مشات معاها ولدات معاها جوج الولاد في ديك الفترة. هذيك الفترة من ورا الشلال من اللي ناطو داك الشيء دا تحرك، زاد معاها بنت ووليد. وشنو اللي خلاها انها تسامح ليه؟ هي تخلى عليها في الشلال، خلاها على قبل وليداتها، تتقول بانني نصبر على ولادها، نصبر نضحي نعطي فلوس حديثة السير مع فيها 30,000 درهم ولا كذا، و30,000 درهم سلمتها ما شداتهاش في يديها، داها التسينات الفلوس داهم، دار بهم داك الشيء اللي بغاه هو. واليوم السلام عليكم، حتى الدهر ديالها مشى. يعني السيدة قلتي لي بلي بنا بيع شي دار ولا استاذ؟ اييه بنا فكرة من مرامات ما شراو تقريبا، وقعد الحادثة ياك طل مورا الحادثة حتى شديتي ديك البركة من 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 من, من شركة أمين، عاد شريت هذاك الصندوق ولا شيكو. دابا هي ما كتشوفش ولادها؟ ما كتشوفهمش إلا عاد هاد الحالة اللي شتو دروكا، مشات يعني مشات غامرات، ما عرفاش واش غادي تعرض للعنف، واش غادي تعرض للطرد، راه ما دخلاتش. مشات واحد بنت الاخت هي اللي داتها، وهي اللي مشات معاها حتى لتمايا، ومشات بعدا واحد الخطرة مع اختها واحد السيده اخرى، فاش كان عندها واحد تلقيح مرة تانية كان معاها ملقحة ليه تما في الشويطر، مشات دارت هذيك نتاع التانية وطرقوا الدار. طيطالبوا باش يجوهم، ما رفضها قاطعا، ما شافتهمش. مشات طال الدار تدق اختها وديك السيدة اللي داتها ورفضها، قال لهم لا. هي امتى مشى لها النطق؟ يعني امتى كانت تهضر عادي حتى مشى لها النطق؟ وبسبباش؟ بسبب هذاك الاهمال. يعني كثير مؤخرا؟ لا 2017 تحت عنده الهيف في الدار الشويطر تحت، جايبها من تما فقدات النطق، جايبها كوما، يعني لا حركة ولا النطق ولا، وبقات هنا هكا حتى تنديوها للطبيب، تنديوها لسميتو حتى ولات شوية. دابا هي شنو الطلب ديالها؟ شنو الأمل ديالها؟ شنو بغات هي؟
بغات وليداتها، بغات الحضانة ديالها، بغات النفقة ديالها. حق ديال النفقة ديالها تطلب، يعني تعيش كأيها الناس، ماشي ترمى بدون. كانت عندها الأمل أن يكون وليداتها ويكون كذا وكذا وكذا، واليوم أصبحت بوحدها. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.